بص، مهرجان الجونه كل حد يقول لي طب السنه دي فرق عن السنين اللي قبلها. هو الجميل التحدي اللي حصل ان كان في ناس كتير فاكره ان المهرجان ممكن يتاجل بسبب الحادث اللي حصل، الحريقه، فده كان اكبر تحدي. يعني ما كناش مصدقين ان في اقل من 24 ساعه يعني المكان رجع مش زي ما كان، اجمل من مكان. فبرافو عليهم، عندهم تحدي وعندهم اراده، واوراسكوم وكل العاملين الحقيقه هايلين انه قدروا يعملوا ده في مده وجيزه. السنه دي زي كل السنين حلوه، يعني في ريد كاربت جميل، في نجوم مميزين، كل النجوم موجودين من كل الاجيال، في ضيوف عرب وضيوف اجانب، في افلام جميل انها تبقى عرض اول في مصر، يعني ان مهرجان الجونه قدر يكسبهم، فده برضو شيء رائع. هنشوف اول فيلم منهم المغربي النهارده ان شاء الله. ما بتابعش ردود الافعال، بس حكولي، يعني انا ماليش اصلي في السوشيال ميديا خالص، ما اعرفش ادخل عليها اصلا، ما بحبهاش. في ناس قالوا موافقين وفي ناس ضد، اللي مش عايز ما يتبرعش بس ببساطه، واللي عايز يعمل خير، لان الشيوخ واللي بيتكلم باسم الدين، فالشيوخ طلعوا قالوا، والشيوخ اسماء كبيره عظيمه، يعني الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي، قالوا ان دي تعتبر صدقه جاريه وان ده اكبر خير، فاللي عايز يعمل خير يعمل، واللي مش عايز برده براحته، ما عنديش تعليق عليه.